اللغة الفرعية المصرية هي اللغة المصرية القديمة بحروف يونانية. أيوة. كانت اللغة المصرية بالرسومات. أيوة. فكان حصل تزاوج ما بين اللغة المصرية برسوماتها واللغة اليونانية بحروفها، فأنشأوا اللغة القبطية. أيوة. اللغة القبطية عايشة ويانا، وبنتكلم في لغتنا حوالي 2000 مفرد في لغتنا العربية. يعني حضرتك بتقولي وانتي في القاهرة هنا أنا هاكل سندوتش طعمية. أيوة. لما تروحي اسكندرية تقولي هاكل سندوتش فلافل. أيوة. فلافل دي كلمة قبطية معناها الشيء المصنوع من الفول. ألفاظ كتيرة. مثلا كلمة هيلا هوب. أيوة. اللي بيقولوها العمال في الشغل. أيوة. يهيا بنا نعمل. مثلا كلمة يا ابني بلاش دوشة. دوشة اللي هي الضوضاء. مفيش دوشة في الكلمة اللغة العربية، مفيش كلمة دوشة. أيوة. أيوة. مثلا كلمة فوطة. أيوة. اللغة العربية فيها بشكير. أيوة. أو اللغة التركية يمكن منشفة. في اللغة. أيوة. العربية منشفة. أيوة. كلمة فوطة دي كلمة قبطية. في اللغة القبطية فيها الطابع الكنسي أو التعبدي يعني. أيوة. يعني أول فعل بنتعلمه في اللغة القبطية شليل. شليل. أوه. يعني صلي. أيوة. زي أول فعل في اللغة العربية زرعاء. أيوة. مش كده؟ أيوة. لأنها لغة زراعية. أيوة. القبطية لغة تعبدية. أيوة. كل لغة لها الطبيعة بتاعتها. أيوة. شبرا، حي شبرا. أيوة. شبرا يعني قرية أو مزرعة. فارم أو فيليج. شبرا خيط. أيوة. القرية الشمالية. وحضرتك عارفة أن فك رموز حجر رشيد. أيوة. شامبليون. أيوة. لأنه درس القبطية. لما درس اللغة القبطية ابتدى يفهم اللغة المصرية القديمة. وابتدى يفك رجع بقى الوراء رتيقي ديموطيقي رهيبي. أيوة بالظبط كده.